خويا المباراة غادي تكون شوية حماسية، والمغاربة إن شاء الله غادي يديو الدور ديالهم على أحسن وجه. عرفنا دروكا المغرب حتى وصل المباراة اللي شوية مع الفرق اللي شوية سميتو تيبان على الوجه الحقيقي ديالو. هو الغياب غادي شيئا ما غادي يأثر ديال أكرد، ما بالنسبة للمزراوي بان بأنه سميتو اللاعب ديال الوداد دخل في المقابلة ودخل في الكومبيتيسيون. أكرد اليميق ما تنكروش المستوى ديالو، غير هو كاين واحد شوية ديال التناسق بين سايس وبين أكرد، ما حصلش مزيان مع اليميق. ما تنكروش بأن اليميق لاعب كبير، هو غادي يدير الدور ديالو لأنه داخل كمغربي وغادي يشرف الكرة المغربية وغادي يهز الراية المغربية، وكلنا حتى حنا هنا باش نعاونوهم على هادشي اللي جينا. شكرا. قوية ولكن غادي تكون مختلفة على مباراة اسبانيا. ظهر لي غادي نحاولوا نمركيو في الشوط الأول، وديك الساعة غادي نلعبوا التكتيك باش تلعب ركراكي دائما، وهادشي اللي بان لي في المقابلة إن شاء الله 1-0 للمغرب. شوف خطا 24 لعاب، 24 كلهم سبوعة وكلهم غيلعبوا مزيان، ما كاينش فكما قال لك الركراكي، حنا خطا المجموعة كلشي غادي يدير الدور ديالو، غادي يربح إن شاء الله. اليقين ان شاء الله والربوح ان شاء الله. المنتخب العريق العربي منتخب المغرب، واحنا كخليجيين وكعرب مساندين هذا المنتخب الغالي. والف الف مبروك على التاهل، وان شاء الله يتاهلون نص النهائي والنهائي باذن الواحد الاحد، وبالتوفيق يا زعيم. ولكن بلا بيلانتيات نساليوها 90 دقيقه صافي، كاينش المشكل، كاين الثقه، كاين التشجيع، وكاين اللعابه، ما تخافش لا جنب لا يسار لا اليمن، ما تخافش. شوفوا خروح الدنيا هانيه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.